السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، نستأنف هذه المجالس التي نقرأ فيها كتاب الإحسان. أنهينا بحمد الله الفصل الأول الموسوم بالرجال، ونبدأ انطلاقا من هذا المجلس، المجلس العاشر لحول الله وقوته، فقرات الفصل الثاني عقبة واقتحام، عقبة واقتحام. في الفصل الأول إجمالا رأينا نماذج عالية وأسماء كبيرة من أئمة المسلمين ومن علمائهم الأفذاذ الذين يسر لهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم ليتتلمذوا وليصحبوا وليؤاخوا السادة العارفين بالله أهل الله من فقهاء التصوف ومن رجال التصوف. والكتاب إجمالا هو موسوعة متميزة، بل قل موسوعة فريدة في بابها السلوك الجهادي الجماعي والتربية الإحسانية على منهاج النبوة. ويعرض الإمام المرشد رحمة الله عليه هذه التربية الإحسانية على منهاج النبوة، يعرضها على فقه التصوف تارة، وتارة يعارض هذا الفقه فقه التصوف والسلوك الصوفي. وهو كتاب كما نذكر دائما إجمالا هو كتاب دلالة على الله سبحانه وتعالى، ودلالة على معرفة الله، وتشويف وتشويق إلى حب الله سبحانه وتعالى، معرفة وحبا حقيقيين يكون بهما المؤمن في هذه الدنيا سعيدا السعادة الكملة، ويكتب له الله عز وجل بإذنه الفوز الأعظم يوم يلقاه في مقعد القرب والصدق عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى. وكما لا نمل نقول هو جهد استثنائي بدأ له الإمام المجدد رحمة الله عليه، وصدق لا حد له. فلذلك أقول وأكرر هو موسوعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للمؤمنين والمؤمنات في هذا البلد وفي غيره من بلدان أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللإنسانية جمعاء أن تغرف من هذا البحر. في الفقرات الباقية في هذا العفو في الفصول في الفصول الباقية، وهي 11 فصلا، تبع الإمام المجدد رحمه الله عليه منهجية محددة، ويذكر بها في هذه الفقرة الأولى. أولا في كل فصل هناك 11 مبحثا، أو قل 11 فقرة في كل فصل من هذه الفصول الباقية. ويبدأ كل مبحث أو كل فقرة بالبسملة كما يقول في هذه الفقرة، في تذكيره وفي بيانه لجزء من منهجيته رحمه الله، يبدأ بالبسملة نظرا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدع. ثم يتني بعد ذلك بعد البسملة في بداية كل فقرة بدعاء قرآني أو دعاء نبوي أو بهما معا، هذا ترصيعا لكل فقرة. ويوشي في الآخر كل الفقرات بأبيات من الشعر، وإن من الشعر لحكمة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري. ويختم هذه الأشعار يختمها بنظم بما نظمه في الشذرات، أو بما جمعه بعد ذلك في الشذرات، يختم في كل فقرة بثلاثة أبيات من نظمه رحمه الله. في هذا الفصل كما قلت 11 فقرة هي على
التوالي: إسماعُ الفطرة، وهي موضوعنا في هذا المجلس إن شاء الله، ثم الفقرة الثانية: أخذ العلم عن أهله، ثم فلا اقتحم العقبة والآل والصحابة رضي الله عنهم، ثم الإسلام والإيمان والإحسان، فالتوبة واليقظة، ثم الإرادة والهمة والعزم، ثم جناية المصطلحات، ثم كن حلس بيتك، ثم عقبة الخلاف والاختلاف، وأخيرا بكي على نفسك. ونبدأ بما بدأ به رحمه الله، نبدأ بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه من قبله منهم ومن بعده. بعد هذا الدعاء وبعد الختم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والصحب والإخوان، بيّن رحمة الله عليه لماذا صلى وسلم في ثنايا صلاته وسلامه على الصحب الكرام وعلى الآل، لماذا صلى وسلم كذلك على الإخوان من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكعادته رحمه الله يرفع الهمم إلى الأعلى ويرفع الهمم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، يبين أن هؤلاء الإخوان هم الذين ود وأحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عندما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأتى بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ونلاحظ أخوتي الكرام هذا التقابل البديع في الحديث الأول، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي ود لو رأى إخوانه، وهنا هؤلاء الإخوان هؤلاء المصطفون من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام يود أحدهم لو رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفدي من أجل هذه الرؤية بماله وأهله، فهي محبة لا نقول متبادلة بل الكمل أعظم محبة من غيرهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام محبته لأمته ومحبته لهؤلاء المصطفين من أمته أعلى وأجل وأسمى وأسنى، ولكن هذا التقابل تقابل بديع كما قلت. وأورد كذلك حديثا للإمام الدارمي رواه أبو محيريز قال: قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله، إن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك؟ قال: نعم، ناس يأتون أو قوم يكونون من بعدكم يودون أو يؤمنون عفوا يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. إذن هذه الأحاديث تبين
فضل هؤلاء الإخوة الذين يأتون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلهم لأنهم أحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحب العظيم، فضلهم لأنهم آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الإيمان العظيم دون أن يروه، ثم صبرهم لما يكون من بأساء ولما يكون من ضراء، كما صبر الصحابة الكرام. بل هناك حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام أن الذين يكونون بعده وبعد الصحابة الكرام أجرهم أعظم، هذا حديث عند الإمام الترمذي وعند الإمام أبي داود، قال في عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملهم. وفي الرواية لأبو داود قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلا منكم، بل أجر 50 رجلا منكم. بعد إيراد هذه الأحاديث يقول الإمام المجدد رحمة الله عليه لمثل هذه المزية التي ترفعك إلى مصاف الرجال فليعمل العاملون، لهذا استمطرت الصلوات والسلام والبركة على الصحب والإخوان بعد الأهل. بعد هذه المقدمة التي يرفع فيها الهمة إلى هذه المزية العظيمة إلى الاصطفاف مع هؤلاء الرجال المحبين الفانين في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، المجاهدين الصابرين في ذات الله، بعد كل ذلك يبين رحمة الله عليه غايته ومقصده من الكتاب. وطبعا رأينا في ما سبق في فقرة من فقرات الرجال أنه يقول رحمه الله قصدي في هذا الكتاب أن أدل على الله وعلى الطريق إليه، نفس الغاية ونفس المقصد يعبر عنهما بطريقة أخرى. يقول رحمه الله أريد في هذا الكتاب أخي وأختي والله المستعان أن أحدثك حديث القلب، حديث الفطرة، في موضوع هو أجل الموضوعات على الإطلاق، وهو موضوع صلة العبد بربه وتقرب العبد من ربه ووصول العبد إلى ربه وفوز العبد بربه. أعيد هذه الكلمات فهي كلمات عظيمات، صلة العبد بربه، تقرب العبد من ربه، وصول العبد إلى ربه، وفوز العبد بربه. ويا خسارة من خرج من الدنيا وليس له حظ من الله ولا نصيب ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم يقول ليس يجسر عاقل أن يخوض فيما ليس له به علم مخافة أن يفتضح عند الناس، فكيف هذا العاقل، العاقل مطلق لا يستطيع أن يخوض في موضوع لا علم له به مخافة الفضيحة بين الناس، هذا الذي يعطي الاعتبار للناس، فكيف يجسر مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخوض في غمار الحديث عن جوهر الدين ولبه وهو حب الله ومعرفة الله، وهو غريب عن مصادر المعرفة ومواردها، إنها إذن الفضيحة الكبرى يوم القيامة. فإذن كمل أولياء الله عز وجل، والإمام المجدد واحد من أعظمهم رحمة الله عليهم أجمعين، لا يلتفت إلى الناس ولكن همه هو موقف وغدا مع الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى، فلهذا خوضوا في هذا الموضوع فهو يعطي هذا كل هذا الاعتبار، فهي مسؤولية وأمانة عظمى، فدلالة على الله سبحانه وتعالى دلالة معرفة، دلالة علم كامل بهذا الأمر بمصادره وموارده كما سمعنا. العكس ما يفعله كثير من الناس وما فعله كثير من الناس، نقرأ الآن هذه الأيام وفي سنوات فارطات
كثير من الناس يؤلفون ويكتبون في علم التصوف، ولكل حال يأخذون أحكاما من هنا ومن هنا، وكما قال الإمام المجدد رحمة الله عليه يأخذون من فتات أهل العلم، قال الإمام ابن القيم وقبله الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، هؤلاء رجال العلم، رجال العظام لهذه الأمة، فيأخذون أحكاما مبتصرة من هنا ومن هناك ويلفقون كتبا وأوراقا يشعلون بها نيران الخلاف ويشعلون بها الفتن. فشتان شتان بين من همه أن يجمع هذه الأمة وأن يدل أبناء وبنات أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، وبين من يريد بها الفتن والعياذ بالله. يقول بعد ذلك مخاطبا القارئ أو القارئة: فتعال أحدثك بلسان أهل مكة وهم أدرى بشعابها، قدمت لك في الفصل الأول من هذا الكتاب وقائع موثقة عن لقاء الفقهاء والعلماء والمحدثين بالمشايخ المربين، ووصفت لك من أحوالهم، وسردت لك من أقوالهم وشهاداتهم. الآن تقول: وأفضل أن أنزهك في حدائق كتب القوم طيب الأنفاس، تسمع كلامهم مباشرة بعد أن كنت منذ قريب من 20 سنة كتبت، وكنت يومئذ في أول الطريق، شهادة عن تجربتي الشخصية، فثارت علي الشبهات وأشرعت في وجه الأسنة، وقيل طرقي مخرف لا يكفر زيدا وعمرا من الناس وينقل عن الكتب الصفراء حديث خرافة فاسد العقيدة إلى آخره. ويختم بهذا الشطر من بيت خبيب رضي الله عنه وأرضاه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذن فهذه إشارة إلى بدايته رحمة الله عليه في صحبته للحاج العباس رحمه الله رحمة واسعة، وعندما تحدث في الإسلام بين الدعوة والدولة عن تجربته الشخصية، وأورد على كل حال نصوصا كثيرة لأهل الله سبحانه وتعالى، تلك النصوص جلبت عليه كما قال كثيرا من الأقاويل وكثيرا من كيد وسب الذين يهرفون بما لا يعرفون. أفضل أن أكون مسمعا لصدى تلك الأصوات التي قلما تجد في عصرنا صدى يرددها، على أنني لست ببغائي المحتد، بل أحيا معاني ما أكتب بلحمي ودمي وروحي وعقلي، وفضل الله على آخر هذه الأمة ما قيد بعصر، ولله الحمد من قبل ومن بعد. هذا ذكر من طرف خفي لنعمة الله عليه رحمه الله، وإن كان نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله على الأستاذ المرشد لا حد لها على الإطلاق. نعم، هو كان من هؤلاء الرجال العظام الذين حدثنا عنهم في الفصل السابق، الذين تخلوا عن المنصب والجاه بعد أن حصلوا من العلوم ما حصلوا، وكان رحمة الله عليه من أفداد هذا البلد تحصيلا وعلما وتعلما ومكانة وحيتية اجتماعية ومنصبا مرموقا إلى آخره، وترك كل ذلك في عز الجاه وفي عز فتوته وقوته ليصحب العارف بالله الحاج العباس رحمة الله عليه، فمن الله عز وجل عليه بهذا الفضل العظيم الذي يشير إليه من طرف خفي بكل تواضع، فلله الحمد من قبل ومن بعد. ثم يقول: أخي وأختي، إنك تأتي الله يوم القيامة فردا، فتعال اجلس إلي واصبر علي حتى أخبرك بما لقي به الرجال من أهل الله والنساء ربهم، وماذا غنموا من الدنيا ليوم اللقاء. واسمع اسمع. وهذه الكلمة ستتكرر كثيرا في هذه الفقرة، ونتذكر ونذكر بأن هذه الفقرة عنوانها إسماع الفطرة، وليس السماع فقط بل هو إسماع. يسرد بعد ذلك رحمه الله
عن هذه الفطرة السليمة أحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تعامل الحبيب المصطفى مع هذه الفطر، بدءا من ميلاد الإنسان ومن خروجه إلى هذه الدنيا، وكيف سن وشرع رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا المولود أن يؤذن له في الأذن اليمنى وأن تقام له الصلاة في الأذن اليسرى. ويقول إن هذه الفطرة الكامنة عند خروجه إلى هذه الدنيا وهذه اللطيفة الدفينة في جسم المولود تسمع هذا الكلام العظيم، تسمع جلال الله سبحانه وتعالى، وتسمع الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وتسمع إقامة الصلاة والإقبال على الفلاح والدعوة إلى الفلاح. هذا عند الميلاد. نفس الأمر عند الممات، عندما تكون هذه النفس في حالة غروب وهي تتأهب لتغرب عن هذه الدنيا، كذلك تنقن الكلمة كلمة التوحيد، تلقن كلمة التوحيد، عساها تلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الفطرة. والفطرة هي إقامة الوجه لله، الفطرة هي إقامة الوجه لله سبحانه وتعالى. وهذه الفطرة كيف يحافظ عليها بين هذه الولادة وبين هذه الممات؟ كيف يحافظ عليها؟ يحافظ عليها بالتربية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري: يولد الإنسان على الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه. هذا الزيادة ديال الإمام البخاري، فالأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقرأ في أثناء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يقول في أثناء هذا السرد، يقول الإمام مجدد رحمه الله عليه: التربية سماع وتشبه وتمثل وتشرب. التربية سماع وتشبه وتمثل وتشرب. ويأتي كذلك بالأحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب التسميع وفي باب التمثل وفي باب التشبه. الحديث عند الإمام أحمد أن رسول الله رحمه الله على الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقن صبية بني هاشم عندما يفصحون يلقنهم قول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. 7 مرات يلقنهم هذه الآية 7 مرات. وعند الإمام البخاري رحمه الله عليه باب الدعاء للصبيان بالبركة، الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد كذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بالولدان، كان يستقبل عند قدومه من السفر بالصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم فيما هو متواتر وفيما هو مستفاد عنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الرفق وشديد الملاطفة والمداعبة للسبطين الحسن والحسين عليهم السلام، ولأمامة بنته. والآثار والأحاديث في ذلك كثيرة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الأمر، أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نعلم وأن نأمر الصبيان أن يصلوا 7 سنين. وأورد كذلك في هذا الباب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بايع عبد الله بن الزبير وهو ابن 7 سنين. ويقول، يريد هنا كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، أن هذه المبايعة مبايعة تشريف وليست مبايعة تكليف. بعد كل هذا، بعد هذه النصوص وغير هذه النصوص، يقول رحمه الله: هذه النفوس الطرية لا يتركها الإسلام لهوس السؤال: من أنا ومن أين جئت وإلى أين وما معنى وجودي؟ بل تحتضنها الفطرة
وهي إقامة الوجه لله إذا كان المجتمع مؤمنا بالله، وتصونها من عوامل الشيطنة والفساد. تلقن النفوس الطرية، تخبر لتسمع، تؤمر لتنفذ، تعرض عليها النماذج الصالحة لتتعلق وتتخلق قبل أن يتشكل العقل المنطقي المتعلق بحواسه السابح في ظلمائه الكونية. وطبعا عندما نسمع هذا الكلام تخبر وتلقن وتؤمر وتعرض إلى آخره، هذا كله في إطار السنة النبوية، سنة الرفق والتلطف والرحمة خاصة مع هذه النفوس الغضة الطرية. تؤمر ليس زجرا بل تحبيبا، تلطفا، معاملة عالية. والمثال الأعلى والأسنى هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثم يقول، إلى أن يقول رحمه الله: أن تسمع خبر الوحي، يقول: تلك هي الطريق الوحيدة، تلك هي الطريق الوحيدة للإيمان والإحسان، والإحسان سماع وقبول وتربية. فإذا هذه هي الطريق الوحيدة، ليست طريق العقلانية، لأن هذه العقول لا تفيد إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا كليا بالقلب. والعقل، العقل الإيماني، هو فعل للقلب، وفعل للقلب. فإذا هذا السمع، وهذا السمع الحسي، وهذا البصر، وهذا النطق، كل هذا لا اعتبار له إن كان القلب، إن كانت أذن القلب صماء عن سماع نداء الوحي. يقول بعد كلام: العقل البشري عاجز عن معرفة الله وعن معرفة الغيب والآخرة، وإن كان هذا العقل عقلا متفلسفا حكيما، فغاية مداركه أن يحكم بوجوب وجود ذات خالقة للعالم بحكم حاجة كل صنعة لصانع. أما أن يعرف صفات هذه الذات وأفعالها وأمرها وخلقها المغيبة دنيا وأخرى، فذلك لا يأتي إلا من قناة السمع، إلا من قناة السمع والقبول لصوت النبوءة المترجم عن الوحي. ويعبر علماء عن إخبار الوحي بالمعتقدات بعبارة السمعيات. إذن كما يقول بعد ذلك، بساطة الإيمان الفطري تتمثل في هذا السماع: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه من صفات من؟ من صفات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، من صفاتهم هذا السماع. في آخر هذه الفقرة يلتفت مرة أخرى إلى من يقرأ هذا الكتاب، كتاب الإحسان، من المؤمنين والمؤمنات. يقول: ها أنت أيها الأخ الجالس إلي في هذه الصفحات، والأخت، وصلك فيما وصل صوت خافت عن الآخرة وعن الإيمان، أو تضلعت من الإيمان والحمد لله رب العالمين، فماذا سمعت وقرأت عن التصوف وعن معرفة الله وعن سلوك الطريق إلى الله وعن شروط هذا السلوك وعن مشروعيته ممن اختصموا في هذه القضية العظمى، والخلاف له قعقعة تصم الآذان فلا يبقى سمع، وتشوش على النداء الفطري الأول. ما الذي شوش؟ وما أصل الخلاف وفرعه ومعقده؟ أحدثك عن هذا أيضا إن شاء الله، كما أسمعك شهادات أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها. ثم يقول: نكتفي هنا بإجمال الأسباب المصمة المشوشة في ضياع الناس والتفاتهم عن النبوة وشمولها، وتشتتهم في جزئيات الدين، صرفهم الاشتغال بالجزئيات وبالغير عن السماع الكلي. قال الإمام الغزالي في كتابه الفريد المنقذ من الضلال: الأنبياء أطباء أمراض القلوب، وإنما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك. أن عرفنا ماذا؟ أن عرفنا أن الأنبياء هم
أطباء القلوب، وشهد للنبوءة بالتصديق، هذا دور العقل، ولنفسه يعني لهذا العقل، هذا العقل يشهد لنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين. ويبين في نهاية كل ذلك سببين أساسيين من الأسباب المصمة المشوشة للناس عن السماع للنبوة وعن ورثة الأنبياء. يقول سببان أساسيان: العقل المخترع الجبار في زماننا لا يسلم الناس للنبوة، بل يتأله ويدعي ما ليس له على الإطلاق. ثم والخلاف المكفر للصوفية يعتمد عقلانية جافية عن النبوة. ومع الأسف هذا الفضل العظيم وهذا الخير العظيم الذي تركه أهل الله سبحانه وتعالى العارفون بالله في كتبهم وفي قلوبهم أساسا، في قلوبهم أساسا، هؤلاء الذين يكفرون بغير حق أهل الله سبحانه وتعالى يصرفون الناس عن هذا المعين وعن هذه العين العظيمة. والخلاف المكفر للصوفية يعتمد عقلانية جافية عن النبوة، والنبوة طب للقلوب، يا من له قلب يشتاق للحق ويحن للحق، يا عميان ويا متحيرون. ونختم بما ختم به رحمه الله هذه الأبيات من نظمه: ويوم لقاكم يا من القلب موعدي، لطرح حجابي وانجلاء ظلامي، ركضت جوادي قاصدا ذروة العلا، ودون العلا بحر المهالك طامي، تهافت جهدي لاقتحام لجاجها، فيا رب أسعفني وخذ بزمامي، فيا رب أسعفني وخذ بزمامي. أسأل الله عز وجل بجوده وفضله وكريم منه أن يسعفنا وأن يأخذ بزمامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.